بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين بإذن الله مع بعض ورح نحكي في الهيدر. طيب هو مش الهيدر بس بصراحة يعني هنحكي في أكتر من نقطة لأن الكلام ده يعني هنعدي عليه بشكل سريع لأن احنا تقريبا أخدنا نسبة من العناصر ديت قبل كده. في الأبيرنس يا جماعة لو أنا ضغطت على الهيدر دايركت ليه هيوديني على لايف بريفيو ويقول لي النمط الخاص بني يعمل كنترول على الهيدر، وسبق وإن احنا حكينا في القصة ديت لما جينا اتكلمنا عن الكاستمايزيشن وقلنا إني أنا ممكن أهايد الإيمج كلها في الهيدر لو أنا مش عايز الهيدر خالص. طيب انا ده كده مفيش ايمج في الهيدر. النقطه الثانيه انا ممكن احط ايمج زي ما انا عايز، بس اكشولي المفروض الايمج اللي تتحط في الهيدر بتبقى هو مدي لك مقاساتها عرض في طول 1288 وهو عامل لك حاجات اسمها سجكتد، شويه صور انت ممكن تثبتها وممكن تعمل راندومايز، يعني ايه يكون في زي السلايدر يكون في اكتر من صوره وكل صوره بتتكرر في وحده زمنيه معينه. لو انت مش عايز القصص ديت وعايز يور اون بيكتشر ابتدي اعمل ظبط صوره على اي برنامج ايمج اديتور بتكون بمجاز 1288 امور هتمشي بشكل كويس. ده بالنسبه ليه النقطه الاولانيه اللي راح عايزين نحكي فيها بامر الهيدر. ان الجانب الثاني كان خاص بالباك جراوند، وسبق ان احنا برضو حكينا عن موضوع الباك جراوند ان نراجع برضو بشكل سريع القصه دي. وانا حطيت صوره معينه ودي كانت خاصه بالصوره اللي اتحطت في الخلفيه، انت لو عايز تشيلها خلاص ماشي ما في مشكله هتخليها لك كلون. لو انت عايز تسلكت ايمج معينه من ضمن الصور اللي اوريدي كانت موجوده عندك مثلا من الصوره ديت اللي كانت محطوطه قبل كده في ابعاد معينه ما في مشكله. طيب ديت تبقى ديفولت يعني يبقى حجمها ثابت ماشي ما في مشكلة. لا انت عايزها فيل تو سكرين يعني تبقى مالية الشاشة كلها في الخلفية طبعا. طب تبقى مالياها من النص ولا من فوق ولا من ستريتشنج الكلام ده، الناس لو كانت فاكرة موضوع البوزيشننج تفهمني شوية. او لو انت عايز تعملها فيت ولا طيب تعملها ريبيت تتكرر، ولا انت عايز تعملها كاستم في الكاستم ديت انت عايز تعملها ايه، تبقى فيل ولا فيت ولا سكرول ولا القصة ديت كانت خاصة بيها. بعد ما تخلص امورك تبتدي تعمل لها سيف وترجع مره ثانيه. ده بالنسبه للصوره تحط في الخلفيه. الجانب الثالث كان خاص بالثيم اوبشنز. وايه الثيم اوبشنز؟ برضه سبق ان احنا حكينا في القصه دي، هي نفسها نفس الكلام اللي كان موجود في الكاستمايزيشن بس بطريقه مختلفه. لايت ولا دارك؟ اللينكات ايه؟ طيب الوان اللينكات اختار اللون. طب الديفولت لاي اوت انت عايز كونتنت والمحتوى على الشمال الكونتنت والمحتوى على اليمين، ولا مش عايز محتوى خالص؟ فانش الامر ده حضرتك على سيف واللي انت عايزه راح يكون بمجرد ما حضرتك تعمل ريفرش هتلاقي كل التطبيق اللي انت اخترته. ده بالنسبه للجانب بالبسيطه بالهيدر والباك جراوند والثيم. راح نختم الحديث اليوم تمهيدا الحديث عن الايديتور. ما تنسونا من صالح الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.